وللمزيد حول تطورات المشهد في تونس بعد دخول البلاد في إضراب عام رفضا لقرارات قيس سعيد، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الناشط السياسي التونسي زياد بومخلا. أهلا بك سيد زياد. يعني بداية، إضراب عام في عقارب وتظاهرات في صفاقس، كيف ترى وتيرة الاحتجاجات على قرارات قيس سعيد وما تبعها؟ من المهم التنويه هنا أنه هذا أول اصطدام رسمي بين سلطة الانقلاب التي يقودها قيس سعيد والشارع التونسي. كل الفترة الماضية كانت فترة يؤكد فيها قيس سعيد على أنه يحظى بتأييد شعبي واسع، ولكن مع أول إجراء اتخذته حكومة قيس سعيد، حكومة السيد نجلاء بودن، في قضية ذات طابع اجتماعي، بدأت المواجهة والاصطدام. والأخطر من ذلك أنه سال الدم التونسي، هناك شهداء في هذه المواجهة، وبالتالي نحن دخلنا سريعا مرحلة التصادم مع الإرادة الشعبية التي كان يريدها قيس سعيد عنوانا لمشروعها، الشعب يريده. وبالتالي نحن نتحدث عن تطور مهم جدا في مسار الأحداث في تونس، وهو تحول يؤكد أنه مشروع قيس سعيد لا ينبني على الحوار مثل ما أراد أن يؤكد طيلة الفترة الماضية، وأراده حوارا بعيدا عن الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية. حوار المباشر يبدو مع الشعب التونسي، هو حوار الغاز المسيل الدموع، حوار الرصاص الحي، وهذا الذي يؤكد أن سلطة الانقلاب بقيادة قيس سعيد تريد السيطرة على الأوضاع، وتريد إدارة البلاد بشكل الذي فقط يضمن لها استمرارا في السلطة واستمرارا في هذه الإجراءات التي اتخذها يوم 25 يوليو. لكن سيد زياد، يعني في ظل كل هذه التداعيات ومع استحالة الاقتراض الخارجي من قبل تونس، هل تتحمل تونس مثلا سياسة تقشف مالية يقترحها قيس سعيد برأيك؟ يعني هو هذه الحكومة وقيس سعيد الذي يقود السلطة اليوم في تونس خالية اليدين من أي مقترحات عملية للخروج بالبلاد من أزمتها. كنا نبهنا مرارا وتكرارا على هذه القضية، أنه هذا قيس سعيد ومن يساعده لا يمتلكون تصورا لإدارة البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل رفض أي حوار اجتماعي يشارك فيه كل الأطراف، وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم موارد الدولة تنقص، موارد الدولة في أسوأ حالاتها، لا يوجد داعي. سيد زياد، يعني ما رأيك أو ما قولك بالاستفتاء الإلكتروني؟ كيف ترى هذه الدعوة وتوقيتها؟ يعني هذه دعوة غريبة، نحن بقدر ما يعني نثمن يعني الاستنجاد بالتقنيات الحديثة وأهميتها وتطوير، ولكن هذه خطوة يعني جيدة في واقع لا يتجاوب معه بالمعنى التقني. هذا واحد، تونس ليست مؤهلة إلى حد الآن إلى هذا الأمر، ولا تتوفر لديها شروط إنجاح مثل هذا الاستفتاء الإلكتروني. اثنين، يعني هذا مدخل للتلاعب بآراء ومواقف التونسيين، خاصة في سلطة لا تحظى اليوم بتأييد أي حزب سياسي وطبقة سياسية ترفضها، وبدأت حتى الاحتجاجات الشعبية ضدها. وبالتالي الحوار يجب أن تتوفر شروطه بداية، مناخ سياسي سليم، دعوة الجميع للمشاركة، ثم بعد ذلك ننظر في التقنيات والآليات والأدوات التي يمكن من خلالها أن ننجح الحوار. نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا لك الناشط السياسي التونسي زياد بومخلا، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.